كان تتذكرش الحاله بتاع الحكايه بتاع صابر مرايح. الحاكم في تونس شعمل بعد الثوره نشطات ولهوش شويه بامور السياسه وها وذاك ركوبه وذاك كذا وذاك كذا يمشي العباد اللي صدقتنا العباد اللي جات معنا اللي هبط معنا في الشارع ناس كما صابر مرايح ناس كما بلال عماري ناس كما صفوان بوعزيز مشاو لهم في الظلمه بالكعبه بالكعبه وقت اللي انت لاهي تجري على اغتيال شكري بالعيد وكذا هو قاعد يلقط في الاخر والحاكم بما انه واعي اللي فما مناطق داخليه وفما مناطق مركزيه فالمناطق المركزيه برمى في الوقت الحالي ولا شادت بيديه التجاره نتاع المخدرات كل ما هي لحامه كانوا ياخذوا مستقلين يا دخلوا الحبس يا ماتوا اونتر تو اي انسان ينشط هكا ولا هكا اذا كان ما لقاش كيفاش باش يشدوا على حكايه حرق المركز يتشد بجورد المدن الكبرى بنزرت تونس سوسه صفاقس حتى من قفصه قفصه اللي كانت من معاقل الاحتجاج الشبابي تهبط لها تو تلقاها مفرغه من الشباب نتاعها الكل تسال عليهم وين يقول لك راه في الحبس يعدي في عام وفصل وجماعه المناطق الداخليه